لما يبقى في عندي مجموعة من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، أقل واجب يتعمل معاهم إيه؟ إن أنا أقدم لهم منحة. يعني إيه منحة؟ يعني أن أنا أعفيهم من المصروفات الدراسية بتاعة أول سنة ليهم. الشطارة بقى إن الولاد دول يحافظوا على تفوقهم داخل الكليات اللي هيلتحقوا بيها، فلما يحافظ على تفوقه هيقدر بعد كده انه هو يصل الى بقى ايه، انه يتخرج وهو جايب تقديرات عاليه وتبقى فرصه في الشغل اكبر وما الى ذلك. بتبسط لما اشوف المتفوق، مش بس متفوق، محافظ على تفوقه. بتبسط لما اشوف المتفوق مقدر من بلده. فتجد ان وزاره التعليم العالي خدوا قرار، يا جماعه 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة، مش أول ثلاثة، مش أول عشرة، 1500 من الأوائل يتم إعفائهم من المصروفات الدراسية. ده شيء مهم جدا وشيء جيد جدا، ويشجع ولاد وبنات كتير إن هم يسخنوا زي ما بيتقال كده في المذاكرة. احنا بنتكلم اهو، احنا في شهر 8، يعني كلها شهر وأسبوع تقريبا، شهر وأسبوعين، شهر ونص، شهرين يا سيدي، وتبدأ الدراسة من أول وجديد عشان الولاد يخشوا الثانوية العامة اللي داخلين تالتة ثانوي. شد حيلك وذاكر من قبل الدراسة بأسبوع ولا أسبوعين، واجمد وجيب تقدير كبير أو جيب درجات كبيرة أو مجموع كبير تقدر تحصل بيه على إعفاء من مصروفات الدراسة بتاعتك، وحافظ على تفوقك. تشجيع الدولة مهم جدا جدا جدا، تشجيع ل 1500 من المتفوقين. معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار، المستشار الاعلامي والمتحدث باسم وزاره التعليم العالي. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير سياده النائب. ازي حضرتك يا فندم؟ ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله خير الحمد لله. 1500 مره واحده يتم اعفائهم يا فندم؟ ده طبعا اوائل الجمهوريه، والدوله تقدر المتفوقين، وهؤلاء الطلاب حضرتك يقدروا يتخيروا ما يشاءوا من الكليه بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي الاصلي. هذا بالاضافه الى تحمل الجامعات لمصروفاتهم التعليميه طالما حافظوا على التفوق في سنواتهم الدراسيه في الجامعه. يعني لو حافظوا على تفوقهم مثلا بعد نتيجه سنه اولى يقدر يكمل في الاعفاء من المصروفات الدراسيه، يستمر في الحصول على نفس الميزه. طيب ده شيء رائع جدا. من هنا هبدا انتقل على المؤشرات بتاعه القبول، وطبعا الناس اول حاجه تسال عليها المرحله الاولى وكليات القمه. هل بدات المؤشرات في الظهور يا فندم؟ يعني خلينا اقول لحضرتك انه من المبكر ان احنا ندي رقم محدد بالظبط في كل تخصص من التخصصات العلميه، لكن بشكل عام المساله مطمئنه في ثلاث اتجاهات اساسيه. الاتجاه الاول وهو المتاح من المقاعد بالنسبه للطلاب سواء في الجامعات الحكوميه او في غير الحكوميه. وده حضرتك اللي وفرته الدوله وضخت ميزانيات ضخمه خلال السنوات العشر الاخيره، الحقيقه هي اللي خلتنا نوصل النهارده الى حاله الاريحيه اللي احنا فيها حاليا، اللي هي ايه؟ 92 جامعه على ارض مصر حاليا. مصر نجحت خلال السنوات العشر الاخيره في مضاعفه عدد الجامعات. كان دايما بنواجه تحدي حضرتك في بداية التنسيق والقبول بالجامعات، هل نستطيع توفير عدد هذه المقاعد؟ مصر دخلت استثمارات ضخمة في السنوات العشر الأخيرة على مستوى الجامعات الحكومية، على مستوى الجامعات الخاصة، على مستوى الجامعات الأهلية. وبالتالي النهاردة في كل التخصص العلمي عندنا عدد كبير من الكليات والبرامج. والنصيحة الأساسية اللي بنوجهها للطلاب، الدنيا اختلفت عن زمان، ادخل على موقع كل جامعة، كل كلية، كل برنامج العلوم الإنسانية، كليات القطاع الطبي، كليات القطاع الهندسي، كليات قطاع الحاسب الآلي والمعلومات والذكاء الاصطناعي، جميعها فيها برامج جديدة جدا ترتبط بسوق العمل. وبالتالي المسألة ما عادتش مقتصرة على التخصصات التقليدية اللي كنا متعودين عليها من سنوات سابقة، لا، على الطالب أن يجتهد في مراجعة المواقع الإلكترونية للكليات، وهيجد الحقيقة حتى بقول لحضرتك العلوم الإنسانية والاجتماعية فيها برامج جديدة، وهذه البرامج خطتت بلوائح دراسية تحاكي سوق العمل ليس في مصر فحسب ولكن على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. طب على سبيل المثال إيه يا دكتور؟ يعني أنا أقول لحضرتك مثلا كليات الحاسبات والمعلومات عليها إقبال كبير جدا من الطلاب. إحنا عندنا أصبحت برامج الذكاء الاصطناعي الحمد لله منتشرة في معظم الجامعات الحكومية.
أدعو الطلاب إن هو يشوف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الكويت ويشوف التخصصات الجديدة. يدخل حضرتك على برامج كليات الهندسة، سيجد هناك برامج علمية جديدة في كليات الهندسة لم تكن متاحة للبعض. هذه البرامج الجديدة تحاكي التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم من ناحية، ويحاكي مواصفات وظائف المستقبل. يحاكي وظائف المستقبل. بتكلم حضرتك على سبيل المثال تخصصنا هو الإعلام. أيوه. في الإعلام حضرتك كنا متعودين على قسمين تقليديين، الصحافة والتلفزيون على خط العامة. النهاردة عندنا برامج خاصة بالإعلام الرقمي، برامج خاصة بالصحافة التلفزيونية، برامج خاصة بالتسويق الرقمي، وهي منتشرة سواء في البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية أو الخاصة والأهلية. وبالتالي اللوائح اتغيرت، البرامج الدراسية بتتطور. عشان كده بقول لكل الطلاب الناجحين، شوفوا المواقع الإلكترونية وشوفوا البرامج الدراسية. البرامج دي ما اتعملتش من فراغ، ولكن اتعملت في ضوء احتياجات المجتمع والتحول الرقمي في كل مؤسسات الدولة من ناحية، واتعملت أيضا في ضوء احتياجات السوق الإقليمي والسوق الدولي. عظيم جدا. طب يمكن أنا كنت أجازة كم يوم اللي فاتوا دول، ويمكن ده أول يوم عمل لي في فترة الأجازة دي، ما قدرتش اتخلى عن مهنتي برضو، فعملت مجموعه كده من الحوارات الوديه ما بين مصريين عاملين في الخارج، اجانب، اشياء من او يعني نوعيات من هذا القبيل، وكنت بتكلم معاهم، وجنسيات عربيه وما الى ذلك، بتكلم معاهم على التعليم العالي في مصر والجامعات في مصر، ولمست حاجه ما كنتش بشوفها زمان، انه اصبح في موثوقيه واقبال اكتر من زمان بكتير على ان هم يودوا الولاد لمصر يكملوا تعليمهم الجامعي هناك، بعد ما كان توجههم زمان انه طب انا ابعت العيال على اوروبا الشرقيه، طب ابعتهم اذا الحال افضل والمجاميع اكبر اوديهم على اوروبا الغربيه، او اودي امريكا او حاجات زي كده. فلقيت انه لا، ده دلوقتي بقى بيتقال وما نوديش مصر ليه؟ ايه السر؟ السر حضرتك لأن كل أنماط التعليم أصبحت متاحة في مصر. يعني حضرتك لو بيبحث عن تعليم أجنبي، عندنا 7 أفرع لسبع جامعات كبرى موجودة في العاصمة الإدارية، وبدأت تخرج خريجيها. كلم حضرتك على الجامعات الأهلية المصرية أصبحت بمستوى دولي ولها شراكات مع جامعات أجنبية وتمنح شهادات مزدوجة. السبب أن البرامج أيضا، برامج داخل الجامعات الحكومية لها شراكات مع جامعات دولية، وهي برامج الحقيقة حصلت على مزايا كثيرة جدا في أساليب وتكنولوجيا التعليم. الجامعات الحكومية المصرية حققت طفرة في التصنيف الدولي. حققت طفرة في التصنيف الدولي على المستوى العالمي، وكل سنة الحمد لله عدد الجامعات المصرية اللي بيدخل في هذا التصنيف بيتزايد بشكل مستمر. لأحد الأسباب أيضا المسابقات الدولية اللي بتشارك فيها الجامعات المصرية وبيشارك فيها طلاب مصر بحققوا مراكز متقدمة جدا على المستوى الدولي. وبالتالي حضرتك لما تضع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، أفرع الجامعات الأجنبية، تصنيف الدولي للجامعات الحكومية، الشراكة بالنسبة للجامعات الأهلية، الشراكة بالنسبة للجامعات الخاصة، غيرت شكل التعليم العالي ومنظومة في مصر. الحاجة الثانية المهمة جدا أنه أيضا بدأنا ناخذ مفهوم جديد، وهو أن احنا حضرتك على المستوى كافة الأقاليم الجغرافية في مصر، جزئية الإبداع والابتكار تعود إلى التعليم المصري. أقصد حضرتك بالابتكار والإبداع أن الجامعة لا يتوقف دورها على التعليم والبحث العلمي ومشاركة المجتمع، ولكن أيضا الدور المهم جدا دور الجامعة في اقتصاد المعرفة، دور الجامعة في اقتصاد الدولة، دور الجامعة في التنمية المستدامة. هذه الأدوار جميعا حضرتك غيرت الصورة النمطية. وعايز أقول لحضرتك أيضا أن احنا مسألة حرصنا على أن تكون هناك حدود دنيا واضحة لكل تخصص علمي، ودي حاجة مهمة جدا يتفهمها الرأي العام، نضع أيضا شروط فيما يتصل بالطلبة الوافدين. حدود دنيا نقبل من خلالها الطالب الوافد في كل تخصص علمي. لماذا نحرص على ذلك؟ لأن المسألة مش مسألة إتاحة مقاعد داخل الجامعات فقط، ولكن يتوازن معها بنفس الأهمية أن تكون هناك جودة متكاملة في مسألة التعليم اللي هي بتضمن كفاءة لخريج الجامعات المصرية. هايل. أنا يمكن شويتين باعتباري أن أنا بنتي ثانوية عامة مثلا، فبتابع التصنيفات بتاعت كيو أس وتايمز، فلاحظت أنه عدد الجامعات اللي موجودة في مصر اللي أصبحت مصنفة
اكبر بكتير من قبل 10 سنين فاتوا. ده حضرتك مفيش وجه مقارنه. احنا يعني كنا عندنا تصنيف جامعه او جامعتين، اظن دلوقتي احنا 26 صح؟ احنا حضرتك تجاوزنا هذا العدد، يعني احنا بنتكلم على 5 تصنيفات شهيره في العالم. التصنيف اللي حضرتك اشرت ليه، عندنا تصنيف صيني، عندنا التصنيف الاسباني، الهولندي، الامريكي. في جميع هذه التصنيفات نقارن حضرتك نفسنا من 10 سنوات كنا فين واصبحنا فين؟ لا، الحقيقه مصر خطت خطوات كبيره جدا في تصنيفاتها الدوليه. وعايز اقول لحضرتك مش بس هذا التصنيفات على مستوى الجامعات المصريه، على مستوى بعض التخصصات العلميه حققنا فيها انجازات غير مسبوقه. يعني لما تيجي حضرتك تقول لي نانو تكنولوجي على سبيل المثال، لنا عدد الاوراق البحثيه للجامعات المصريه كنا فين واصبحنا فين؟ نحن النهارده حضرتك انتاجنا الدولي 42,000 ورقه بحثيه منشوره دوليا. كنا فين من 10 سنين؟ لم نصل الى نصف هذا العدد. ده نتيجه ايه حضرتك باختصار؟ كانت ميزانيتنا كان في البحث العلمي النهارده بقينا كام؟ النهارده مراكز البحثيه فقط التابعه لوزاره التعليم العالي فقط 5 مليار جنيه، كنا فين قبل كده من 10 سنين؟ كنا 2 مليار. هذا الرقم يدي حضرتك مؤشر مهم جدا للدفعه الكبيره للبحث العلمي، البحث العلمي بينعكس على انتاج المعرفه في الجامعات، وبالتالي حضرتك يؤدي الى رقيها في التصنيف الدولي. مما لا شك فيه. انا بشكرك جدا يا دكتور، والف الف شكر على الجهد المبذول، وشكرا على المكالمه وهذا التوضيح. دكتور عادل عبد الغفار، المستشار الاعلامي والمتحدث باسم وزاره التعليم العالي.